بكم أعزائي في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم بعنوان الصفة والموصوف، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولاً أن نستنتج تعريف الصفة، ثانياً أن نستنتج تعريف الموصوف، ثالثاً أن نستنتج حكم الصفة بالنسبة للموصوف. فهيا بنا لنبدأ. أصدقائي، وبعد أن شاهدنا وسمعنا أغنية الستح الشورى وذكرنا بعض الصفات من صفات ستح الشورى، في هذه الصورة أصدقائي لدينا فتاة جميلة. هنا في هذه الجملة بماذا وصفنا الفتاة؟ أحسنتم، بالجميلة. من التي وصفناها بالجميلة؟ ممتاز، الفتاة. هذه الجملة تحتوي على صفة، ودائما جملة الصفة تنقسم إلى قسمين وتحتوي على قسمين. فالقسم الأول هو الموصوف، أي الإنسان أو الشيء أو الحيوان الذي نطلق عليه صفة ما. فنعرف الموصوف بأنه اسم أتحدث عنه يدل إما على إنسان أو حيوان أو شيء. ولكن هنا عندما قلنا بأن صفة الفتاة هي جميلة، فإذا نعرف الصفة، وهي القسم الثاني من أقسام الجملة، بأنها اسم يأتي دائما بعد الموصوف، كما نلاحظ أن كلمة جميلة جاءت بعد كلمة فتاة. طبعا هذه الصفة تبين صفة من صفات الشخص أو الحيوان أو الشيء الذي نريد وصفه. ولكن جميعنا يتساءل، ما حكم النعت بالنسبة للمنعوت؟ فنقول أن النعت أو الصفة تتوافق دائما مع المنعوت أو الموصوف، ولكنها تتوافق في أمور عدة، وهي أولا يتوافق في الإفراد والتثنية والجمع، وأيضا يتوافق في التذكير والتأنيث، ويتوافق أيضا في التنكير والتعريف، وأخيرا يتوافق في الحركات الإعرابية. فدعونا نتعرف ماذا نقصد بهذا الكلام. بداية سنتعرف على توافق النعت مع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع. ففي الجملة الأولى، الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين. فإذا سألنا كم شجرة لدينا؟ أحسنتم، شجرة واحدة. فهل وافقت كلمة طيبة وهي الصفة للشجرة في عدد الشجرات؟ أحسنتم، أيضا طيبة واحدة، فكانت الشجرة مفردة والطيبة مفردة. فنقول أنها هنا توافقت الصفة مع الموصوف في الإفراد. وفي الجملة الثانية، الطفلان الجميلان يلعبان. فالسؤال هنا، كم طفل لدينا في هذه الجملة؟ أحسنتم، 2. إذن هل جاءت الصفة مثلها تدل على 2؟ نعم، فكانت جميلان، فالطفلان جميلان فهما مثنى. فإذن وفي هذه الجملة أيضا توافقت الصفة مع الموصوف في التثنية. وفي الجملة الثالثة، الكاتبات المخلصات يكتبن للنهوض بالأمم. فهنا الكاتبات جاءت جمع مؤنث سالم، فهل توافقت الصفة وهي المخلصات مع كلمة الكاتبات؟ نعم، فكانت أيضا جمع مؤنث سالم، فهنا أيضا توافقت الصفة مع الموصوف في الجمع. فنستنتج أصدقائي أن الصفة توافق الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع. أما
بالنسبة للتذكير والتأنيث. ففي الجملة الأولى الطالب المجتهد يحترم زملائه. ففي كلمة الطالب هل دلت على مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم، دلت على مذكر. ولكن هل كلمة المجتهد دلت أيضا على مذكر أم مؤنث؟ تماما، دلت أيضا على مذكر. فالطالب كانت مذكر والمجتهد كانت أيضا مذكر، فهنا توافقت الصفة مع الموصوف في التذكير. وفي الجملة الثانية الطالبة المجتهدة تحترم زميلاتها. فكلمة الطالبة هل كانت مذكرا أم مؤنث؟ أحسنتم، مؤنثة. فهل توافقت كلمة المجتهدة في التذكير والتأنيث مع كلمة الطالبة؟ أحسنتم، توافقت، فهي مؤنثة مثلها. فإذن توافقت هنا الصفة مع الموصوف في التأنيث. فنستنتج ونقول أن الصفة أيضا توافق الموصوف في التذكير والتأنيث. وثالثا أصدقائي في التنكير والتعريف. فإذا بدأنا في هذه الجملة قرأت مقالا مفيدا، فهل دلت كلمة مقالا على نكرة أم معرفة؟ أحسنتم، على نكرة. وهل جاءت مفيدا مثلها نكرة أم كانت معرفة؟ أحسنتم، جاءت مثلها نكرة. فهنا أصدقائي في هذه الجملة توافقت الصفة مع الموصوف في التنكير. وإذا قلنا قرأت المقالة المفيدة، فإذا قلنا المقالة جاءت تنكيرة نكرة أم معرفة؟ أحسنتم، كانت معرفة لأنها جاءت معرفة بأل. هل جاءت المفيد معرفة كما المقال؟ نعم، أحسنتم، فقد جاءت معرفة لأنها عرفت بأل، فكانت معرفة كما المقال. فنقول هنا بأنها توافقت الصفة مع الموصوف في التعريف. فإذن أصدقائي نستنتج أن الصفة توافق الموصوف أيضا في التنكير والتعريف. وأخيرا أصدقائي سنتعرف على توافق الصفة مع الموصوف في الحركات الإعرابية. ففي الجملة الأولى حضر الكاتب المجيد. فإذا عربنا الكاتب فنقول بأنها فاعل مرفوع بالضمة، أي وضعت على آخره الضمة. أما المجيد فهي جاءت صفة للكاتب، ولكنها أيضا جاءت مرفوعة بالضمة، فهي جاءت كما الكاتب مرفوعة بالضمة. فهنا نقول بأنها توافقت الصفة مع الموصوف في حركة الإعراب في الضمة. أما في الجملة الثانية رأيت الكاتب المجيد، فإذا عربنا الكاتب وجدناها أنها مفعول به منصوب بالفتحة، وجاءت المجيد هي صفة للكاتب ولكنها أيضا منصوبة بالفتحة كما الكاتب. فجاءت الكاتب منصوبة بالفتحة وكذلك المجيد جاءت منصوبة بالفتحة. فإذن توافقت الصفة مع الموصوف في حركة الإعراب، وهنا توافقت بالفتحة. أما في الجملة الأخيرة سلمت على الكاتب المجيد، فهنا الكاتب اسم مجرور بالكسرة، وجاءت المجيد صفة للكاتب وجاءت أيضا مجرورة بالكسرة مثل الكاتب. فهنا توافقت الصفة مع الموصوف في حركة الإعراب وهي الكسرة. فنستنتج أخيرا أصدقائي أن الصفة توافق الموصوف في حركة الإعراب سواء كانت الضمة أم الفتحة أم الكسرة. أخيرا أصدقائي تحدثنا في هذا اليوم عن بداية عرفنا الصفة
وقلنا بأنه اسم يأتي دائما بعد الموصوف يبين صفة من صفاته. أما الموصوف فهو اسم أتحدث عنه يدل إما على إنسان أو حيوان أو شيء. وقلنا أن الصفة تتوافق مع الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع أولا، ثانيا في التذكير والتأنيث، ثالثا في التنكير والتعريف، وأخيرا في حركة الإعراب. وأصدقائي، هنا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم، وفي حال وجود أي استفسار لا تترددوا بالاتصال بي. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس رجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.